بمناسبة عيد الفصح، شو بدي أقول؟ قيامة إن شاء الله بيقيموا كل الشهداء عند الرب، لأنه انضحوا بدمائهم بكل شيء لأجل سوريا، وإن شاء الله بهالقيامة تقوم سوريا كلياتها من الأعداء، من الإرهاب، من كل ضيم من برات سوريا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله هيك يصير السلم بعنا ببلادنا. كل سنة وأنتم سالمين، إن شاء الله هيك السلام للبلد. كل سنة وأنتم سالمين وينعاد على سوريا بالخير، وإن شاء الله الأمان بينتشر بكل الأراضي السورية يا رب. كل عام وأنتم بخير جميعاً، بعيد الفصح المبارك، والمسيح قام ينعاد عليكم الجميع. نعاد على سوريا بألف خير يا رب، والشعب السوري كله يفرح ويعيد، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله. واليوم هذا العيد كتير كبير عنا، بما أنه قيامة يسوع من بين الأموات، هذا يعني شيء هام كتير بالنسبة لنا. ينعاد عليكم وكل عام أنتم بخير. نحن نحتفل بعيد الفصح كل عام، وهو عيد نجسده في حياتنا كل يوم، ولكن الأبرز ما فيه هو أننا نحتفل به بهالة من العظمة، خصوصا في موسم الفصح، وهو الإيمان المسيحي بأن يسوع المسيح الأقنوم الثاني من الثالوث الأقداس تجسد ومات فداء عن البشرية وقام من الأموات، من بين الأموات. بنحب نعيد إخواننا المسيحيين في الأعياد تبعتهم، إن شاء الله تكون أيامهم كلها أعياد، وعلى الشعب السوري كله بقدم معايد إلى بلدنا ولجميع الطوائف وجميع الأديان كمان، لأنه نحن هون شعب واحد ومحبة واحدة وإيد واحدة كمان.